أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أأتخذ من دونه
شفاعتهم شيئا ولا ينقذون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها ليأكلوا من ثمرها
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني
الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الله
صدق الله العظيم.